الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم سادتي من الأولين والآخرين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، عليك وعلى أمك الطاهرة فاطمة وعلى أختك الحوراء زينب ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذكرى الطفوف ويوم عاشوراء، ذكرى الطفوف ويوم عاشوراء، من عاجفوني لذة الإغفاء وتذكري رزق الحسين بكربلاء. أغرى دموع العين بالإجراء، لم أنسه لما سرى من يثرب بعصابة من أهله السعداء حتى أتى البيت الحرام ملبيا والقلب في هم وفرط عناء. أدى مناسك حجه ثم انثنى يبغي العراق برهته الخلصاء. حتى أتوا أرض الطفوف فدتهم أرض الطفوف وأرض كل بلاء. ويلاه
إذ وقف الجواد ولم يسر. فغدا يقول لصحبه النجباء: يا قوم ما اسم الأرض؟ قالوا: نينوى. قال: اوضحوا عنها بغير خفاء. قالوا: تسمى يا كربلاء. فتنفس الصعداء وقال: هنا حلو والفناء، احط الرحال فذاها يا محط رحالنا، وهنا تكون مصارع والشهداء. حط الرحال فذا مناخ ركابنا، وبهذه والله يا سبي نسائي، وبهذه الأطفال تذبح والنساء تعلو على قطب بغير وطائي. يقلهم: إن كان هذه كربلاء يا بشر بلا يا نزل وترى لاحت على مات المنايا، لازم بجانبها النهايار نقضي ضمايا، وما واحد من الناس لينا بعد ينظر. إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الحسين عليه السلام في رسالة لأخيه محمد بن الحنفية: أما بعد، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن الموت حق، والجنة حق، والنار حق، والقبر حق، وأن الله يبعث من في القبور. وبعد كلام قال الحسين في الرسالة: لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. هذه الأهداف التي أطلقها الحسين قبل خروجه من المدينة، وإذا تطلعنا إلى هذه الكلمات ندرك الحالة التي تهيأت ظروفها قبل خروج أبي عبد الله عليه السلام، الواقع الذي كانت عليه الأمة الإسلامية آنذاك من الانهيار الذي حدث في كل أبعاد هذه الأمة. الناس في حالة من الفقر، في حالة من الجوع، في حالة من الجهل، في حالة من التخبط، لا استقرار في الأمة، دين الله سبحانه وتعالى على المحك، يتلاعب بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، يتربع على عرش الخلافة الإسلامية شخصية كيزيد بن معاوية لا يراعي حرمة لله عز وجل، يتجاهر بالفسق والفجور. هنا كان دور أبي عبد الله عليه السلام أن يحمل راية الحق ويحمل دستور رسول الله، وينطلق معلنا: أني لم أخرج كهؤلاء، يعني لا خرجت طالبا سلطة ولا خرجت أريد هذه الدنيا، إنما الهدف الأسمى هو إحاطة هذا الدين وحماية هذا الدين. وهذا الدين شرف رفيع، وعلى قول الشاعر: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى
حتى يراق على جوانبه الدم. انطلق الحسين عليه السلام في تلك النهضة التي رفع فيها شعار الإصلاح في أمة رسول الله. وهناك فارق في الكلمة، أن الحسين لم يقل أريد الإصلاح في دين رسول الله، لأن الدين نظرية، والنظرية عادة لا تشوبها شائبة. المشكلة دائما في التطبيق العملي للنظرية. الأمة ابتعدت عن سنة رسول الله، الأمة اتخذت منحى آخر وتعاليم أخرى، فابتعدت عن أصل النص القرآني وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. أراد الحسين إصلاح الأمة، ثم قال: وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. ولم يقل وأسير بسنة جدي، لأن سنة جده رسول الله ثابتة ومحمية ومحفوظة في قلوب أئمة أهل البيت وأصحاب النبي الذين كانوا قد حملوا سنة رسول الله. إنما تكلم عن السيرة. والفرق بين السنة والسيرة أن السنة هي الدستور النظري والأحاديث المباركة، أما السيرة فهي التطبيق العملي. لذا أكد الحسين أن المشكلة التي أصابت الأمة هي التطبيق العملي لسنة رسول الله ولدين رسول الله. لذا الظروف التي أحاطت بالحسين جاءت متسارعة. 27 شهر رجب وصل نعي معاوية إلى المدينة، إلى والي المدينة. والي المدينة آنذاك الوليد ابن عتبة، فقرر أن يبعث إلى وجهاء المدينة آنذاك حتى يأخذ منهم البيعة ليزيد بن معاوية. وجهاء المدينة آنذاك أولاً الحسين بن علي، يعني ابن خليفة من خلفاء المسلمين، أيضاً عبد الله بن عمر بن الخطاب، أيضاً ابن أحد الخلفاء، وأيضاً عبد الرحمن بن أبي بكر، وعبد الله بن الزبير. على أساس هؤلاء يعتبرون وجهاء بالمدينة. فيزيد شدد على والي المدينة أن يأخذ البيعة من هؤلاء، ومن رفض فالسيف في عنقه. صار اجتماع كما يعبر بعض المؤرخين، صار اجتماع، يعني قصدوا الحسين إلى بيته. عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير جاءوا إلى بيت الحسين عليه السلام وجلسوا وتشاوروا بالأمر، لأن الكتاب وصل إلى والي المدينة الوليد بن عتبة ليلا، فأرسل عليهم ليلا وقال لهم أنه لابد أن تحضروا عندي. فتشاوروا بالأمر وأدركوا أن الأمر فيه بيع ليزيد. عبد الله بن الزبير قال: أنا سأمضي إلى مكة متخفيا بالليل. عبد الله بن عمر قال: أنا سأجلس في بيتي وأغلق الباب على نفسي، إذا مشى كل الناس في الأمر عند ذلك أمشي مضطرا. الحسين عليه السلام قال: أما أنا أمضي إلى قصره أرى ما يريد هذا الرجل. فقالوا: إذا دخلت قصره لا تأمن أن تخرج على قيد الحياة. فقال: لا عليكم بذلك. جهز الحسين رجال بني هاشم وجمعوا أسلحتهم وانطلقوا إلى قصر الوالي آنذاك. والحسين أوقفهم خارج القصر وقال لهم: سأدخل إلى الوليد بن عتبة أنظر ماذا يريد، وبعد ذلك إذا سمعتم صوت ارتفع تدخلوا إلى القصر. ودخل الإمام الحسين عليه السلام، وجد والي المدينة الوليد بن عتبة، وجد مروان بن الحكم موجود عند الوليد. فصار الحوار. الإمام الحسين سأل الوليد: ما الخطب، ما الأمر؟ قال: يا أبا عبد الله، عظم الله لك الأجر بمعاوية، فقد مات معاوية. استرجع الحسين، يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما الأمر بعد ذلك؟ قال: ويزيد ولي الخلافة ونريدك أن تبايع. الحسين قال الوليد: أنت تعلم أن مثلي لا يبايع سرا، أنا لا أبايع سرا، خلي القضية للغد، إذا اجتمع الناس علنا نرى وترون وننظر وتنظرون. الوليد ابن عتبة قال: لك ذلك يا أبا عبد الله. مروان ابن الحكم التفت إلى الوليد قال: والله لئن خرج الحسين هذه الساعة من قصرك بهذا الليل والله لن تحصل على مثلها، احبس الحسين الليلة وخذ منه البيعة، وإذا رفض كما قال لك يزيد اضرب عنقه.
الإمام الحسين قال: ألي تقول هذا الكلام؟ والله لا تستطيع أن تدنو مني حتى تعلو السيوف بيننا وبينكم. وارتفع صوت الحسين، دخل شبان بني هاشم أحاطوا بالحسين كالنجوم تحيط بالقمر، والتفت يومها إلى الوليد بن عتبة وقال له: اسمع، إن يزيد فاسق فاجر شارب الخمر قاتل النفس المحترمة، وإن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، وإن مثلي لا يبايع مثله. هاي كلمة الحسين المشهورة. وخرج الحسين، عاتب مروان بن الحكم الوليد قال: ألم أقل لك احبسه؟ لماذا تهاونت؟ الوليد قال: كيف يمكن أن أدنو من ابن بنت رسول الله وأخسر آخرتي؟ وهذا السبب الذي جعل يزيد بعد ذلك يعزل والي المدينة. الوليد ابن عتبة عزل بعد هذه الحادثة، ونصبوا محمد ابن سعيد الأشتق والي على المدينة بعد العتبة بعد الوليد. فإذا الحسين عليه السلام عندما خرج من القصر عرف أن لا استقرار له بالمدينة، وأن بني أمية سيلاحقون الحسين ويقتلوه، فقرر الحسين عليه السلام أن يترك مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وينطلق من المدينة إلى مكة. ولكن الحسين توجه أولا إلى زيارة قبر جده، وأيضا توجه إلى زيارة قبر أمه، طبعا هو العالم بقبر أمه، وتوجه إلى زيارة قبر أخيه الحسن عليه السلام. فهذه الظروف التي صارت بالمدينة منعت الحسين من الاستقرار. لكن العجيب الغريب أن أهل المدينة لم يناصروا الحسين ولم يخرجوا مع الحسين، فقد بنو هاشم الذين خرجوا مع الحسين، وكل أصحاب الحسين الذين اجتمعوا حول أبي عبد الله بعد ذلك هم كوفيون من العراق. الذين ناصروا الحسين في العراق هم كوفيون، حبيب ابن مظاهر الأسدي، عابس الشاكري، فلان فلان، كلهم هؤلاء أكثرهم عراقيون. ممكن تجد لك اسم اسمين، إلا أن الحجم الأكبر الذي خرج مع الحسين عليه السلام هم بنو هاشم عليهم السلام. خرجوا مع سيد الشهداء أبي عبد الله، وانطلق الحسين بأبي وأمي وحيدا فريدا، ليس معه إلا هذه الثلة المباركة. وهو قال أبو عبد الله، قال: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه حقا، وإني زاحف بهذه الثلة على قلة الناصر، قلة الناصر. وإلا الحسين لا يريد أبدا إلا أخذ الناس إلى دين الله وإلى الحق، هذا ما أراده الحسين بخروجه، لا يريد دنيا، لا يريد سلطان، لا يريد مكان. وإلا لبقي الحسين بالمدينة، ولكن بنو أمية قرروا إذا بقي الحسين في المدينة أن يغتالوا الحسين في المدينة. حتى لما وصل الحسين إلى مكة، وصل في أيام شعبان، يعني قبل موسم الحج، في أيام شعبان وصلوا إلى مكة. لما وصل الحسين إلى مكة عرض عليه والي المدينة والي مكة أن يبقى في مكة ويكون له موقعه في مكة. الحسين بعث له رسالة قال: والله إن بني أمية أرسلوا 30 رجلا من شياطينهم وقرروا أن يقتلوا الحسين ولو وجدوه متعلقا بأستار الكعبة. لذا ضيقوا على الحسين، لم يتركوا مساحة لأبي عبد الله. وهذا لا يعني أن الحسين لم يعلم بما سيجري عليه، يعلم، إنما الأحداث سرعت خروج الحسين لا أكثر. وإلا كربلاء معلومة وموجودة في وعي الأمة وليست مفاجأة على وعي الأمة، طالما النبي كان يحدث عن مقتل الحسين في كربلاء، وكان الحسين طفلا صغيرا، ولما دخلت عليه فاطمة عليها السلام وجدت الحسين طفلا صغيرا بين يدي رسول الله، ووجدت النبي يقبله ويبكي، قالت: لا أبكى الله لك عينا يا أبا، مما بكاؤك؟ قال: أبكي على ولد الحسين، الساعة كان عندي جبرائيل وأخبرني أن ولد الحسين مقتول لا محال. قالت: أبا، ومن يقتله؟ قال: جماعة تدعي أنها من أمتي، لا أنالها الله شفاعتي. قالت: ومتى يكون ذلك؟ قال: في زمن خال مني ومنك ومن أبيه وأخيه. قالت: إذن أبا، من يقيم عليه العزاء؟
شوف هذا السؤال مهم ترى، واسمع بشرى رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة عنا وعن كل الأجيال الآتية إن شاء الله. قالت: إذا من يقيم العزاء على ولد الحسين؟ قال: بني فاطمة، سيخلق الله للحسين شيعة. شيعة يعني أتباع، يعني أحباب، يعني كل من يحب الحسين هو من شيعة الحسين. ليس المعنى فقط الفرقة الشيعية التي ننتمي إليها، لا، كل من يحب الحسين هو يشايع الحسين. والآن كنا نسمع الكلمة من الأخ الشيخ العزيز عن حب الحسين وانتماء الجميع إلى الحسين، وأن الحسين أب لجميع الأحرار ولجميع من ينشد العدالة، يجد نفسه معنيا بسيد الشهداء. المسلمون كافة على اختلاف ألوانهم ومشاربهم ومذاهبهم يقرون بحب الحسين ويبكون على الحسين، وقلوبهم وعيونهم تدمع لسيد الشهداء أبي عبد الله. وكذا غير المسلمين أيضا من المسيحيين. بولس السلام يقول: ولده: رأيت أبي عند الصباح ووجدت الوسادة قد تبللت بالماء، فظننت أن إناء الماء انقلب على الوسادة، فلما سألته عند الصباح قال: يا بني، هذه كانت ليلة العاشر، ما غفت عيني أبدا وأنا أبكي على الحسين ابن علي وابن فاطمة بأبي وأمي. هو الذي مدح الحسين، وهو الذي قال: ومضى للهلاك وغد زياد، ولواء الحسين ظل عليا، دمه السمح جلل الدهر فخرا، فمضى في العصور خصبا وريا، كلما أعوز الميامين عزم لمسوه فعاد غضا طريا. هذا الحسين سلام الله عليه. فيقولها النبي: يا فاطمة، سيخلق الله للحسين شيعة يقيمون عليه العزاء إلى يوم القيامة. لذا هذه المجالس لن تنكسر، هذه المجالس لن تزول، ستبقى عامرة في قلوبكم، في بيوتكم، في أحيائكم، في كل مكان ترفع راية مكتوب عليها: يا أبا عبد الله. وهذا فخرنا، وهذا عزنا، وهذه كرامتنا، أن نكون مع الحسين في خندق واحد، وفي مسار واحد، وفي خط واحد. وأنتم أيها الأحبة في هذا البلد العزيز، عندما أطلق الإمام الصدر لواءكم عالية، كان ذلك اليوم يوم 40 الحسين، حيث ربطنا بسيد الشهداء أبي عبد الله وقال: إن أمل إرثها في ثورتك يا أبا عبد الله. فما أجملنا ونحن مرتبطين بهذا الإرث العظيم. إرث من؟ إرث وارث الأنبياء. السلام عليك يا وارث آدم صفي الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. أي إرث هذا؟ أي إرث ارتبطنا به؟ فنحن حسينيون بامتياز، حتى شهيدنا كتب بدمائه على تلك الصخرة في أول يوم بدأت التضحية: كونوا مؤمنين حسينيين. هذا نهجنا، هكذا تربينا، هكذا سنبقى، وهكذا سنحمل الراية إلى آخر يوم في أيامنا، ونحن على استعداد أن نبقى ليل نهار نذكر الحسين، لأن الحسين هو الذي أعطانا وأعطى الأمة الإسلامية هذه الكرامة. نعم، هكذا خرج الحسين حاملا هذا اللواء الذي يتشرف به كل حر في هذه الأرض. جاء إلى قبر جده رسول الله مودعا: الله يا أبا عبد الله، يقولون، قال: يا جداه، إن بني أمية ضيق الدنيا بما رحبت علينا، ما عاد في مكان ينطلق إليه أحد يا رسول الله. ومن البكاء على قبر جده والوداع أغفى الحسين، يعني نام الحسين، فرأى جده رسول الله في عالم الرؤيا يقول له: يا جداه، خذني إليك، لا أريد الرجوع إلى هذه الدنيا. النبي في عالم الرؤيا يقول لولدي حسين: إن لك مقاما محمودا عند الله لن تناله إلا بالشهادة. الله يرحم الدمستاني، شاعر بحريني، يكتب هذه الكلمات، يقول: لضم ضمني عندك يا جداه في هذا الضريع،
علني يا جد من بلوى زماني استريح، ضاق بي جد من رحب الفضا كله فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، وحسينا وحسين وحسينا يلا جميعا وحسينا وحسين وحسين ما شاء الله. جد صاف العيش من بعدك بالإقدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع، يا حبيبي يا حسين وحسينا 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 وحسين وحسينا وحسينا وحسين. وهكذا عاد الحسين من قبر جده إلى قبر أمه، ودع أمه الطاهرة فاطمة وقبر أخيه الحسن، واستعدت القافلة للمسير. جمع العباس جميع العائلة وبدأ يركب النساء على النياق لأنهم يريدون المسير. يقولون كان هناك طفلة صغيرة اسمها فاطمة وكانت علي، تركها الحسين في المدينة عند أم سلمة زوجة رسول الله لأنها لا تستطيع على السفر. عند ذلك صارت هذه الطفلة تبكي وتودع أهلها، كأني بهد قل يا أبو حسين وياكم اخذوني، والله يا أبو حسين وياكم اخذوني، عقب كم يا اهلي يعمن عيوني، والله وحيدة بهالبلد لا تخلوني، عقبكم يا اهل العل تشمال، تقول لي يا ابويا خذوني وياكم اسرج الخيل وحط فراشكم لو شلشل الليل. هكذا الحسين نزل من على فرسه، احتضنها وقال بني حبيبتي إن السفر يحرم على المريضة، إذا استقر بنا الحال أرسل عليك من يأتي بك. وهكذا انطلق الحسين والعباس أمام القافلة يقود القافلة. يوم الذي راعي الشيم انوى ويشد الراحلة، سامعين اللي يحد النياق بالصحراء هكذا ينعى. يوم الذي راعي الشيم انوى ويشد الراحلة، طب لا عد زينب مبتسم، عباس راعي المرجلة قال يا لها يا ظنوت علي قومي يا نيري الكربلاء،
قالت لأخويا محملي منه الذي يتكفلا، قال لها عيناك بشري أمرك نود نتمثلا. وهكذا انطلقت القافلة حتى دخل الحسين إلى مكة وأقام بها أشهرا إلى أن صار شهر ذي الحجة وكان يوم التروية، والحجيج يصعدون إلى جبل عرفة. انطلق الحسين بعكس الناس خارجا من مكة، تدخل معه ابن الحنفية وابن عباس. أبا عبد الله وين طالع؟ بعد يوم أو يومين تعيد بمكة وتنطلق. وين طالع يا أبا عبد الله؟ يلا يا جماعة احنا وياكم والحسين يرسب حجه هذا العام. يقل له إن كان عزمك للسفر يا ابن الأماجد اقضي الحجك يا عزيز وعيد العيد. قال له أبو السجاد ودمع العين تبديد، حجي وعيدي في طفوف الغاضري. يقل له حجي ما هو بالحاج، حجي بيوم عاشور، والله جسمي الكعبة والحجار نحري المنحور، وحجر النبي اسماعيل ذبح اكبر المبرور، واما مبيتي في منى بالغاضري. واما مفيض الحاج شيل الحرم للشائم، واما النداء والتلبيه صرخت الايتام. الناس يلبون في مكه يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لكن تلبيه الحسين كانت ببذل الدماء، لذا يقل لبيك بذبح اطفالي لبيك، لبيك بقطع نحري لبيك، لبيك بسبي نسائي لبيك. هذه تلبية الحسين. وهكذا وصل كربلاء وبقيت النوبة إلى يوم العاشر من المحرم. لما بقي الحسين وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معينا، وهو ينادي ألا من ناصر. ونداء الحسين هنا ليس ضعفا، إنما الحسين وطن نفسه على الشهادة، إنما لإلقاء الحجة على القوم واستنقاذ البعض منهم. صار ينادي ألا من ناصر ينصرنا، أما من ذاب يذب عنا. وإذا برجل على فرسه أقبل نحو الحسين ونادى سيدي أبا عبد الله، خير من أنت يا هذا؟ قال الساعة وصلت من المدينة ومعي كتاب ورسالة من المدينة. الحسين قال في هذا الوقت تصلني رسالة من المدينة، ممن هذه الرسالة؟ قال سيدي لما مررت بالمدينة مررت على داركم وإذا بطفلة أوقفتني وقالت يا هذا أين مقصدك؟ فقلت إلى العراق. قالت إن أهلي هاجروا إلى العراق وعندي رسالة، إذا التقيت بأبي خذ هذه الرسالة وأوصلها. قلت من أنت ومن أبوك؟ قالت أنا فاطمة الصغرى بنت الحسين. لما سمع الحسين أخذ الرسالة، صار يقرأها ويقبل كلمات ابنته ودموعه تجري.
وتوجه نحو المخيم، والحسين أصبح وحيدا فريدا، يعني لا عباس لا حبيب لا علي الأكبر لا جون لا عابس لا زهير لا برير لا حر لا أحد، وحيد وحيد. نادى من أمام الخيام: يا أخي يا زينب تعالي، لقد زاد همي وغمي. قالت: ولما أبا عبد الله؟ قال: هذه رسالة من ابنة العليلة. قالت: وماذا تقول فيها؟ قال: يا زينب أريد دمعتك الآن مع الحسين. قال: يا زينب تسألني عن عمها العباس متى يرجع ومتى يعود، وهي لا تدري أنه قطيع اليدين، وتسألني عن أخيها علي الأكبر متى يرجع، وهي لا تدري أنهم قطعوه إربا إربا، وتسألني عن القاسم وهي لا تعلم أنهم ذبحوه. ولكن يا زينب ما كسر قلبي أنها تسألني عن أخيها الرضيع وهي لا تدري أنهم ذبحوه من الوريد إلى الوريد. أي رحم الله من نادى وحسينا هم لقعيد على درب الضعون وسائل اليرحون ويجون، يا بكل من لها غياب يلفون وانا غايب باللحد مدفون، وانا غايب باللحد مدفون. غاب عنها ولكن رأسه معها، وفارقته ولكن قلبها معه. يا الله، أحبتي إخواني أخواتي، يد واحدة إلى الله سبحانه، الله يحب المتضرعين. بسم الله الرحمن الرحيم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما اقرأ اقرأ أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه. يا الله 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 يا الله، إلهي يا مجيب دعوة المضطرين بالنبي المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، اشفي مرضانا سيما من أوصاني بالدعاء لشفاء مريضه في مجلسنا هذا وفي كل مجلس، اقضي حوائجنا. إلهي آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. يا الله، اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. يا الله، فك أسرانا، رد علينا سماحة الإمام المغيب القائد السيد موسى الصدر وأخويه سالمين معافينا. يا الله، اللهم احفظ مراجعنا العظام في مشارق الأرض ومغاربها، سيما زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد علي السستاني. اللهم احفظ علماءنا الأجلاء الحاضرين بيننا، سادة العلماء جميعا، وإخواني وأخواتي وآبائي والأمهات أهل هذا البيت الكريم. اللهم احفظهم بحفظك، وفقهم بتوفيقك،
اجعل راية الحسين دائما ترتفع في هذه الدار. اللهم ابعث إلى أرواح أمواتنا والشهداء، أخص بالذكر شهداء أفواج المقاومة اللبنانية أمل وأموات المؤمنين والمؤمنات، نخص بالذكر أموات دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري وأموات حرمه المصون. إلى أرواحهم وجميع المتعلقين منا ثواب الفاتحة مع الصلوات.